أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم أحداث الأسبوع على قناة 22. سنحاول تسليط الضوء من خلال هذه الحصة اليوم على أهم ما وقع من أحداث ومجرياتها خلال هذا الأسبوع رفقة ضيفنا العزيز البروفيسور إسماعيل معرف. أهلا بك أستاذ إسماعيل. أهلا وسهلا كريمة وكل مشاهدي قناة 22. مرحبا، ونرحب كذلك بالزميل عيلاس غينوش والرسام الكاريكاتوري غيلاس. اهلا بك. كيف الحال؟ مرحبا استاذ اسماعيل. سنبدا بسوناتراك التي تحتفل بذكرها 60. اذا اردنا الحديث عن سوناتراك ومدى مردوديه عملاق الاقتصاد بالجزائر على البلد وعلى المواطن بشكل خاص. شوفي، سوناتراك هو عملاق اقتصادي وشركه ذات حضور دولي وإقليمي على مستوى الطاقة في العالم، لكن أيضا هي مصدر غبن بالنسبة للشعب الجزائري، وأيضا مصدر فساد بالنسبة للنظام السياسي في الجزائر، لأن هذا الشركة كان من المفروض صراحة أن تكون أقوى وتكون أحسن مردودية، وأيضا تستطيع أن تسهم في بناء اقتصاد وطني قوي، وأيضا تسهم في بناء نسيج اجتماعي ايضا، لان الشركه صراحه تمتلك الكثير من الاموال، وهذا الشركه للاسف من ناحيه الاستغلال ومن ناحيه ايضا توظيفها هو توظيف خاطئ، لان السلطات في الجزائر صراحه اعتمدت عليها كقطره حلوب ادخلت الكثير من الاموال والبذخ على حياه قله من الجزائريين، ولكن بالمقابل انه هذا الجزائري لا يعرف منه سوناتراك الا انها شركه عملاقه، وانها شركه صراحه تسهم في كثير من الثراء بالنسبه للمسؤولين، وايضا خدمت الكثير من الدول، لكن على المستوى الوطني الشعب الجزائري صراحه هو تقريبا غير مستفيد من هذه الشركه العملاقة، الشركة التي تحوز على الكثير من الثروات. يعني رغم أنه كان الحديث في وقت ما يروج حول معاينة معمقة على مستوى سوناتراك، يعني قصد تقييم ممتلكاتها، خفض ربما عدد مكاتبها بالخارج، بالإضافة يعني إلى تقليص المناصب أو مناصب المسؤولية التي ترتبط بأداء مردودية الشركة. والله شوفي، أولا الشركة لغاية الآن هي شركة مملوكة للدولة، محتكرة للدولة، وهذا من الناحية الاقتصادية صراحة المردود الاقتصادي هو خطأ، لأن كل الشركات العملاقة بما فيها شركة إيني الإيطالية أو حتى شركة بريتش بتروليوم البريطانية أو كثير من الشركات العملاقة، الشركة السعودية أيضا أرامكو إلى غداك، كل هذه الشركات فتحت رأس مالها وأيضا فتحتها للاستثمار الوطني والأجنبي، وأعطى خلات ربما مردودها يكون أكبر. لكن بالنسبة للجزائر شركة سوناتراك هي بقيت حكر على النظام العسكري في الجزائر، ولا يريدون صراحة لهذه الشركة أن تتطور وأن تتمدد، لأن صحيح هي موجودة الآن في بعض من المناطق في العالم في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، ولكن صراحة هذا غير كافي، وأيضا من ناحية المردودية الاقتصادية والنجاعة الاقتصادية رغم أنه ربما هي تكتشف من حين إلى آخر الكثير من الحقول، وأيضا هي موجودة في شراكات مع شركات بترولية أجنبية، ولكن احتكار الدولة وأيضا القاعدة 49-51 رغم أنه فيه تراجع بالنسبة للقاعدة الاقتصادية في كثير من البلدان، ولكن في كثير من القطاعات، ولكن قطاع شركة سوناتراك تبقى على حد قول من كان في الجزائر. هي شركة استراتيجية يمكن لها أن يفتح رأس مالها، ويمكن أيضا حتى النقاش في قضية خصوصتها، لأن اليوم تقريبا الجزائريين يعرفون جيدا بأن هذه الشركة صراحة هي في خدمة عدد قليل من الجزائريين أو نسبة معينة من الجزائريين، ومردودها ليستفيد منه، يعني ليس لها وقع مباشر على المواطن.
أكيد أستاذ، أستاذ ننتقل أستاذ إسماعيل معرف إلى الجانب الحقوقي. الترهيب الذي قامت به السلطات لبعض المواطنين، أغلبهم سواء نشطاء أو معتقلين رأي سابقين، حينما كانوا متوجهين إلى بيت الناشط كريم طابو لمشاركته، يعني مشاركة صديقهم في أربعينية والده رحمة الله عليه. طابو في بيان له قال على الفيسبوك أنه يعني كان الوصول للقرية أصلا مسار صعب وشاق، والمنطقة كانت محاصرة بعدد هائل من الشرطة والدرك. المواطنون أستاذ إسماعيل تم توقيفهم لعدة ساعات، يعني عائلات بأكملها تم إرجاعها تعسفيا، حتى أن الشخصية العامة لم تسلم، يعني في حين أنه تم اعتقال مناضلين ووضعهم تحت النظر في مركز الشرطة في واديا. بماذا يبرر هذا الأمر كل هذه التحركات أستاذ إسماعيل؟ يبرر هذا الأمر بأن السلطات هي صراحة متوجسة وخائفة من عودة الحراك، وأيضا تقدم رسالة مشفرة لكل الجزائريين بأنه الآن ليس هناك مهادنة، ليس هناك صراحة معاملة طيبة للمواطن. تقريبا هي الآن تريد أن تكمم الأفواه، وتريد أيضا أنها تعمل نوع من سياسة الضغط وأيضا استنفار كل قواها حتى تزرع الخوف داخل الجزائر، لان بالنهايه يتعرف جيدا بان جنازه عاديه لاحد المواطنين اقام وعدا على روح ابيه الطاهره رحمه الله، ويعني المفروض شيء عادي، لا يمكن انه ربما يعني يتطلب كل هذا الضغط وهذا الترويج للقوه من طرف السلطه، ولكن السلطه هي الان تستعمل بمناسبه وغير مناسبه وتستعرض قواها حتى تخيف، لان اليوم عاودنا رجعنا الى سياسه التسعينات، هي سياسه الكل الامني والقبضه الحديديه التي السلطات في الجزائر انها تقيمها في البلد حتى صراحه لا يكون لها اي مشكل في المستقبل، لان تعرف جيدا بانه اليوم النظام السياسي والحكومه في الجزائر هي حكومه فاشله لم تحقق ما يراد من نمو اقتصادي، وايضا استجابه للقدره الشرائيه، وفي تذمر وفيها ايضا قلق، وهم يعرفون عن طريق التقارير الاستخباراتيه بان الانتفاضه والثوره قادمه لا محاله، وبالتالي انه لابد ان نستبق اي ربما حركه واي محاوله لمحاوله استعاده الوعي الذي كان اثناء حراك 2018، وايضا بعض الحركات الجنينيه التي ولدت قبل 2019 والتي أثمرت بهذا الحراك المبارك، واللي أيضا نفس الأسباب ما زالت موجودة سيدتي الفاضلة، ما زالت موجودة من خلال المعيشة، وأيضا أن الجزائريين الآن ربما لو كان في بلد آخر ربما ما عندوش إمكانيات زي المغرب أو تونس من ناحية الطاقة أتكلم وكذا إلى غيره، ممكن يتقبل على أن العالم كله يعيش الظروف الاقتصادية، لكن اللي في بلد الآن يعني مداخله بالملايين الدولارات في النفط والغاز والفوسفات وكثير الحديد، وايضا الاستثمار تاتي من هناك ومن هناك، ولكن من ناحيه اخرى الفقر مطلع يعيش هذا الجزائر، وبالتالي انه ضروري انها تحكم القبضه الحديديه والقبضه الامنيه ولا تترك اي مجال للصدفه. نعم أستاذ، هنا ضروري من أن أشير أنه تم اعتقال خلال هذه المناسبة ثلاثة مناضلين كانوا في طريقهم لحضور عزاء والد المعارض كريم طابو. قررت محكمة درع الميزان بتيزي وزو الإفراج عنهم في انتظار محاكمتهم يوم 16 من جونفي الجاري، منهم الصحفي مرزوق التواتي. ننتقل إلى موضوع آخر أستاذ إسماعيل. تستعد الجزائر لاحتضان حدث كروي هام هو كأس إفريقيا للاعبين المحليين الشان، الذي سينطلق في 13 من جانفي إلى 4 من فبراير. حدث رياضي أستاذ إسماعيل اختار له المنظمون عبارة مرحبا كشعار للتظاهرة الرياضية، يعني ترحيبا منهم بزوار الجزائر من وفود مشاركة سواء رياضيين أو صحفيين. أستاذ، يعني الحدث الرياضي قد طفى على سطحه خلاف سياسي بين الجارتين الشقيقتين المغرب الفائز بالنسختين الأخيرتين من الشان والجزائر. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اشترطت المرور المباشر لطائرة المنتخب من المغرب إلى مدينة قسنطينة الجزائرية، وراسلوا الكاف بخصوص هذا الموضوع. يبدو أن الرد لم يعلن عنه إلى اليوم من طرف الاتحاد الجزائري. أولا هذا التظاهرة يعني حتى لا ربما نضخم منها، لأنه اليوم
تقريبا النظام يريد ايضا ان يستغل هذا التظاهر، لانها هي تظاهره عاديه وليست بمستوى مثلا كاس افريقيا الكاف، هي مجرد مسابقه للفرق المحليه. وانه النظام اذا كان حاب انه ينفتح فاكيد انه لابد انه يلغي الجانب السياسي والجانب الشوفيني والجانب العصبي من الرياضه، لان بالنهايه مهما كان ربما السماح لطائره مغربيه ان تدخل الى الحدود الجزائريه هذا شيء طبيعي، لان اولا يتعلق بفريق لكره القدم وباشقاء وبشباب عربي ياتي الى بلد الثاني الجزائر لكي يشارك ايضا في تظاهره رياضيه وانت تحمل شعار مرحبا. فاذا كنت انت ربما لست باستطاعتك ان ترحب بالجميع، فلماذا انك ربما تبحث في استضافه تظاهره افريقيه لشباب افريقي، ولا سيما انه تقريبا الفريق الغير مرحب به هو فريق عربي وفريق شقيق، ومهما كان اختلافات في النظام السياسيه فتبقى تلاقي الشباب المغاربي الجزائري والمغاربي مرحب به، والجزائريين بشكل عام صراحة مغتاظين وأيضا قلقين. أتكلم عن الشباب، عن الجزائريين الأحرار، الجزائريين الشرفاء، لأن الجزائر من المفروض أن لا تغلق أبوابها للأشقاء والأقارب. وأيضا أن يعني تقريبا الآن إذا كان ترفض أنت حضور الفريق المغربي أو أي فريق آخر فأنت أيضا انتقصت من رصيد المسابقة، وايضا قدمت صوره سيئه. الخطاب شيء مرحبا ولم الشمل وهو الى غدك، ولكن انت في الممارسه تاع الواقع انك تقدم على اجراءات، وهذا يدل على ان القائمون على شؤون البلد، نحن في المعارضه نقول دائما بانه يفتقدون صراحه الى روح المسؤوليه، يفتقدون الى صراحه الى عمق هذا البلد الاصيل الجميل اللي يرمي في اعماق التاريخ، ويحاول صراحة أنه يستعيد دوره، ولكن ليس بهذه الطريقة، لأنه هذا يسموه تطرف وهذا انعدام للرؤية وهذا إساءة للشعب الجزائري. نحن نعرف بأنه هذه التظاهرات التي يبحث عليها هذا النظام هو تحاول أنها تهرب الجزائريين من واقعهم، لأنه سبق وعملنا ألعاب البحر المتوسط، ولكن من ناحية التأثير على صورة الجزائر بقيت صورة بلد فيه الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان، في تضييق على الحريات، في بلد أيضا رغم كل إمكانياته يعيش فقر مدقع، وبلد لم يصل صراحة إلى أنه يصبح أيضا ناقم في الاقتصاد العالمي وأيضا في الدبلوماسية. اليوم نشوف بأنه كل حتى الأزمات إلى غدا الجزائر تكتفي بالخطابات الرنانة للرئيس ووزير الخارجية، ولكن الواقع هو غير ذلك، وبالتالي أنه صعب أنك أنت تحاول أن تنظم تظاهرة وأنت تفتقد إلى صراحة الهوسبيتاليتي، يعني الضيافة، مقاييس الضيافة. أعتقد أنه هذا خطأ سياسي ودبلوماسي، نعم. ولو عودتنا على مثل هذه الأخطاء الكارثة. نعم أستاذ إسماعيل، أنت شخص رياضي، دعنا أستاذ نتحدث رياضيا، الشان تبقى بطولة لها وزنها على المستوى الإفريقي، لا ننسى أنه حتى اللاعبين يعتبرونها يعني فرصة لإثبات وجودهم فيلعبون بحماس صحيح. كبير لتسويق نفسهم. المغرب فاز بالنسخة عندما استضاف البطولة على أرضه، إلى أي حد قد يساهم تنظيم هذه النسخة بأرض الجزائر وطبعا مع تواجد الجمهور الجزائري ربما بتتويج المنتخب الجزائري بهذه النسخة؟ أولاً أنا نصلح لك شيء لأنه أنا رياضي. أولاً اليوم اللاعب الإفريقي ما عادش محتاج إلى بطولة إفريقية للشان حتى يسوق نفسه، لأنه شفنا مثلاً البطولات السابقة قليل من اللاعبين الذين ذهبوا، وعندما ذهبوا عن طريق تنقل، يعني الأهلي المصري والوداد البيضاوي، ترجي التونسي، يواندي الكامروني، وفيتا كلوب الجزائري، من الفرق بي تي بي مازامبي الى غير ذلك. وبالتالي انه يمكن انا اظن انه يعني عدم حضور الفريق المغربي لانه فريق قوي اولا، لان اولا شرف تقريبا اللاعبين
اللي هما تقريبا يعني 3 أو 4 كانوا ينشطوا في فريق الابريم، هذا الفريق المحلي في المغربي مع موتا المدرب السابق المغربي، وقدروا يوصلوا من الان مع الغرادي الى نصف نهائي كاس العالم. اعتقد انه عدم حضور فريق بحجم المغرب لكاس المحليين يعني يسقط او من رصيد هذا البطوله الافريقيه، وايضا انه يمكن بالنسبه للاعبين الجزائريين الامر لن يكون سهل، لن يكون سهل. لماذا؟ لان البطوله الجزائريه من اضعف البطولات الموجوده في افريقيا، واحده واثنين انه انعدام الهياكل اللي تخلي ربما مهارات اللاعب الجزائري يتطور، وهذا ما قاله حتى المدرب الوطني جمال بلماضي حول البطوله الوطنيه. وبالتالي انا نشوف ان هذه البطوله ستكون صعبه جدا على الفريق الجزائري. نعم أستاذ إسماعيل، الحديث دائما حول كرة القدم، جمال بالماضي يجدد عقده مع المنتخب الجزائري لمدة 4 سنوات ويستمر في تدريبه. الجدل طال حول مستقبل بالماضي سابقا، لكن اليوم يحسم هذا الجدل بقرار رسمي من الاتحاد الجزائري، وجاء القرار طبعا بسبب الاستقرار الفني الذي عليه الفريق حسب ما قيل. ما رأيك أستاذ إسماعيل؟ والله هو شيء جيد للاستمرارية، لأن كرة القدم كل ما المدرب مكث طويلا كل ما استطاع أن يحرز على النتائج. لدينا في كثير من المدربين اللي مكثوا مع فرقهم إلى غير ذلك وبالنهاية حصلوا على نتائج إيجابية، لكن المشكلة هو أنه جمال بالماضي هو في عزم منفرد، لأن ما فيش اتحادية في الجزائر. رئيس الاتحادية هذا جهيد زبزاف، هو يمكن من اضعف رؤساء الاتحاديه تعرفت كره القدم الجزائريه، وانه طريق وصوله الى سده الاتحاد الافريقي كان بطريقه فيها التزوير على طريقه السياسيين، وايضا الرجل هو يعني بيلق في يد جمال بلماضي. واعتقد انه المدرب جمال بلماضي اذا كان ما تخلاش يعني عن جهيته وما قبلش انه يتعامل مع الاعلاميين ومع ايضا الراي العام بطريقه دبلوماسيه وبطريقه فيها الكثير من السمو الاخلاقي، لانه بالنهايه انت مدرب فريق وطني، واذا كان حظيت بشعبيه من الشعب الجزائري ممكن هذه الشعبيه تخسرها. عندما تخسر الاهداف الذي يريد الشعب ان تتحقق، مثلا الفوز بكاس افريقيا وتاهل لكاس العالم الى غدا، وايضا ان هذا الكوتش لابد انه يتخلى عن سياسه المحاباه، لان في كثير من اللاعبين اللي راه مازال معتمد عليهم جمال بالماضي انه تقريبا صار اكسباير، انتهت يمكن صلاحياتهم من ناحيه الكره، ونحتاج الى دماء جديده. لو شفنا مثلا الفريق المغربي اللي اعطى درس يعني اعتقد لكل العرب والافارقه في الكوتشينج، لان الركلادي اللاعبين الشباب ولاعبين ايضا بدماء جديده، وتحدى الرجل في 3 أسابيع 4 أسابيع قدر انه يوصل نصف كاس العالم. اعتقد انه المثال المغربي بالنسبه لجمال بالماضي عليه يعني يستلم هذا الدروس ويسعى الى تكوين فريق بدماء جديده. لكن اذا كان استمر على البكاء على الاطلال وانني فزت واني كذا وان كذا كذا، ثم توسيع ايضا الموديل المساعدين، لان اليوم نشوف بان جمال بالماضي دائما كان هو المدرب، ولا نعرف لا مساعد المدرب ولا ايضا طاقم تدريب مثل ما موجود مثل في الارجنتين وغيرها الى غدا، هو مرهون بكل هذه التغييرات. اذا كان ما حدثش تغييرات مثل هذه الى غدا، اعتقد ما اعتقدش انه سيعمر طويلا على راس العارضه الفنيه. شكرا لك الاستاذ اسماعيل معرف، البروفيسور اسماعيل معرف، كنت معنا مباشره من الجزائر. ننتقل الى الرسام الكاريكاتوري غلاس عينوش ورسوماتك يا غلاس، اهلا بك مره اخرى. هذا الرسم الاول يقول enfin canal 22 accessible par satellite prochaine étape interdire les paraboles en algérie. والمعنى tout est possible en algérie puisqu'ils ont arrêté presque tous les opposants, tous les militants et même des personnes qui disent ou chez Hamoul. Imagine pour un simple j'aime ou un partage sur Facebook, Rahoum Flehebs, alors là une chaîne par satellite. Il y a une parabole.
Oui, qui s'exprime librement. C'est-à-dire, tout est possible. Nous allons nous mettre en tout cas. L'ambassadrice britannique en Algérie, fascinée par le soleil d'Alger. Oui, en fait. En fait, dessine le soleil derrière la prison avec les détenus d'opinion. Voilà. Voilà, ils sont aveuglés malheureusement par leurs intérêts. Avec tous les détenus, la presse muselée, les journalistes arrêtés. C'est-à-dire, malheureusement, ils ne voient, voient pas ça, mais juste le soleil de l'Algérie, la bouffe de l'Algérie et tout ça. Mais il faut que le mahou est jamil. Rachid Nekaz, j'arrête la politique, c'est trop tard, Rachid. Oui, de toute façon, Rachid, il a presque tout perdu. Ça fait 3 ans qu'il n'a pas vu sa famille. Elle a renoncé à sa nationalité française. Même on peut être d'accord ou ne pas d'accord avec ses idées, mais il reste l'un des acteurs, enfin, l'une des personnes qui a motivé les gens à sortir pendant le Hirak. Rasma Thalith Iqoul, Algérie, le ministère du Commerce veut bannir les couleurs en arc-en-ciel dans le commerce. On veut bannir même de la nature. Oui, en fait, avec tous les problèmes qui se trouvent en Algérie, les détenus d'opinion, les haragas, la corruption, la cherté de la vie, le peuple crève la faim. Et les génies du ministère du Commerce, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Interdire les couleurs. C'est-à-dire, on dirait que c'est la seule solution qui manque aux Algériens. Après le ministère algérien du commerce, Mustapha Zebdi, président de la Poste, désigne les marques de vêtements contraires à l'islam. C'est en Iran. C'est-à-dire, en Iran, la police des mœurs, donc il dit de quel dire. Parce que, c'est-à-dire, on voit qu'ils instrumentalisent la religion. Et c'est un fonds de commerce pour masquer leur incompétence, en fait. Google Translate in Algeria, comment dire Ali Haddad en anglais, Hakim Medan? Hakim Medan, c'est un dessin juste, c'est un dessin satirique, mais c'est un joueur que... il était un grand joueur que je respecte, mais... Parfois, c'est bien de faire l'humour même sur quelqu'un qui n'est pas dans la politique, qui est Hakim Medan. شكرا لك غلاس على كل هذه الرسومات الكاريكاتورية وشكرا لكم مشاهدينا على متابعة حلقة اليوم من برنامجكم أحداث الأسبوع. تحية لقسم الإخراج، في أمان الله.